الشفا ساعدوني شوية، الأماكن فاضية قدام، مش معقول كده والناس واقفة ورا، يعني ساعدوني. فين رامز النهاردة؟ شغال يا رامز؟ كان هايل امبارح، النهاردة في عجلة مش ماشية. طيب طلع لي الناس اللي واقفة كلها قدام من فضلك، أنا أحس إنه الناس موجودة يعني. كله قعد؟ هايل. شفتوا ازاي سيدنا الباترياش اللي تريسم با اجوردي تري بريف il s'adresse aux jeunes et en français بيسلم عليكم بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين. Maintenant je m'adresse aux vieux زي سمير وطالع كده، وأقول لكم تحية كل عيد. المسيح قام. شفتوا البتاعة الجديدة اللي عملناها؟ عجبتكم؟ تسقيفة ليسوع اللي قام، لأنه بالحقيقة حطم الموت بتاع كل واحد فينا. إيه موتك؟ وإيه الموت اللي مخليك جوه قبر والقبر عليه الحجر والحجر مختوم؟ الحجر ايه؟ مختوم، يعني ما تقدرش تطلع. فعشان كده النهارده المسيح قام يا حبايبي، عشان يعمل ايه؟ لانه عارف انه بقوتك وبقوتي مش قادرين نكون مسيحيين، مش قادرين نحب زي ما قلنا امبارح اعدائنا واللي بيسوقوا الينا. لا واحد قادر يحب مراته ولا قادر يحب جوزها ولا عيالها، وماشيه الامور اهي. فيعمل ايه المسيح؟ مش هيقف قعد اللي دين متربعه كده. هيعمل ايه المسيح؟ هيخش في موتنا وياخده، وبعدين ايه؟ يقوم، يموت ويقوم. طب هو عايز ايه النهارده؟ مش جاي يقول لنا تعيش ازاي حلو، مش جاي يقول لك تعمل ايه عشان تبقى انسان سعيد، مش جاي يديلك خطوات تمشي فيها عشان الناس تحبك والناس تقبلك والناس تعشقك. لا لا، مش جاي يعمل كده. المسيح مش جاي يدينا وصفات عشان نقدر نكون مسيحيين ونحب زيه. نحب ايه؟ زيه. طب هيعمل فينا ايه النهارده؟ هيطلب حاجه واحده بس حبيبي، عارف هي؟ عايز تعرف؟ عايز يسكن في قلبك وهو قائم بس. عايز يسكن في قلبك وهو قائم بس. ده الحل عشان نبقى مسيحيين، يسكن في قلبك وهو قائم. يعني يعمل ايه؟ يعني لو سبته من خلالك اترافيرتوا هيحب الناس زي ما حبك. هتلاقي نفسك انت بتحبي الناس زي ما يسوع حبك. ده لو هو ساكن فيك وهو قائم. مش هتفصلي بقى الراجل ده كذا، الست دي كذا، الولد ده كذا. لا ده انا ما اقدرش احبه، ده خارج عن الطباع بتاعتي، ما اقدرش اقرب له. لا لا لا، لانه المسيح القائم بيشيل كل الحواجز، وانت لو هو فيك تبص في عين عدوك وتحبه، تبص في عينه وتحبه، مش تمنعه ان يخش عندك ولا تمنعه ان يشوفك ولا تمنعه انك تتعامل معاه. لو المسيح قائم فيك حبيبي هتعمل ايه؟ هتروح للي انت مش بتحبه
تقول له المسيح قام ومديني نعمة ان انا احبك النهاردة وابتدي معاك من جديد. في الكنيسة محتاجين ده، لانه خلينا حقيقيين، احنا فرحانين في العيد بس لازم نكون حقيقيين. قد ايه في اخوة مش قادرين يبصوا لبعض؟ قد ايه في ناس مش قادرة تبص للقسيس؟ القسيس horrible القسيس. وان شاء الله يا رب يغيره ربنا عشان خاطر ترتاح. بس المشكله مش انه يعني لو جالك قسيس احسن هتحبه اكتر؟ صدقني بعد شويه وقت لا هتحبه ولا هتعمل. لو ما فيكش افهم المشكله المظبوطه. لا لا جرب على كيفك، بس مش دلوقتي. دلوقتي اسمعني، اسمعني دلوقتي. لو جالك واحد احسن من القسيس بتاعك هتحبه شويه وقت، بس بعد كده لو انت مش فاهم المشكله صح، انه في قلبك يكون المسيح القائم، مش هتعرف تحب اي قسيس ولا اي انسان ولا مراتك ولا عيلك ولا غيره. يا جماعه الواحد ان ما كانش يقول لكم على الحقيقه مش هينفع. ما اقدرش اخدكم كده اقول لكم اي كلام. انا مش هنا عشان اقول لك اي كلام، انا اقول لك هنا لان انا فهمت حاجه مهمه. ايه هي؟ اني ما اقدرش اكون مسيحي بقوتي. يا ريتك انت كمان تفهم كده، في ناس كتيره فاهمه كده وانا مبسوط جدا. بس لازم نتفق نعمل ايه. هندور النهارده. يسوع بيقول للمراه ايه؟ كي شرش تو. فلو انت بتدور على حد يغير طبيعتك يبقى بتدور على يسوع يديك طبيعه جديده مش المحدوده بتاعتك. كفايه المحدوده هارتنا، فاحنا عايزين طبيعه جديده. اللي هي فين؟ مين بيديانا النهارده؟ المسيح اللي خرج من القبر اهو ومتعلق في الهواء عمال يتحرك. اوعى تسيبيه كده عشان الالارم لازم يتشال. يقعد يعمل لنا مشاكل بالليل، عايزين ننام شويه. فلما قام عنده رغبه واحده بس. انت بتدور على ايه؟ يسكن فيك او لا؟ سكن فيك، مفيش اي حاجز بينك وبين الناس. احبائي نفهم الحقيقه، لان مش المشكله تغير الاشخاص ولا تغير مراتك ولا تغير عيالك ولا تغير القسيس ولا تغير الخادم بتاعك ولا الشماس التاني اللي عامل لي مشاكل. لا، المشكله مش تغيير الناس ولا تغيير طبعها ولا تغيير الاستركتور ازاي ماشيه الكنيسه. نو، ما نتخمش. المشكله انه في قلبك وفي قلبي يسكن المسيح القائم، عشان يحب الشماس المتعب ويحب مراتك ويحب القسيس الاوريبل بتاعك ويحب كل الناس. فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ نصلي بعدنا البعض انه المسيح يسكن فيك، المسيح القائم. امين. المسيح قام. لا فور يا جماعة، فور. أنا بقول فور. المسيح قام. التالتة تبتة. المسيح قام. كل سنة وانتم طيبين.